ملي تنتكلموا على القدرة الشرائية وكيفاش كان نعالجوا وكيفاش كنضروا القدرة الشرائية، خصنا لابد أننا نستحضروا مجموعة من المعطيات، والعامل واللي متفق عليه عالميا هو المعدلات نتاع التضخم. المعدل نتاع التضخم في بلادنا غنقولوا احنا من بعد هاد الأزمة الجيوسياسية، اليوم راه في منحة الحمد لله تنازلي، ومازال نتمنوا من الله انه ينزل. نقولوا هاد المعدل كان ب6%. السؤال الحقيقي الى بغينا نقيموا العمل ديال الحكومه ولا شي جهه اخرى، كيفاش كان غادي يكون هاد المعدل نتاع التضخم لو انه ما دارتش الاجراءات اللي قلت لك. انا بالقدرات نتاعي المتواضعه لم اعرف عهدا ولا عصرا ولا حكومه، ماشي في التاريخ المعاصر ملي بدات البشريه، انها قدرت ترجع التضخم صفر. ولو كان بالامكان لما وصل في تركيا ل 30%، ولما كان في اوروبا في 7.5 و8 و9 و10%. انا كيف قلت اشنو اللي كان خاصو يدهر وما دارتوش الحكومه، ونتكلموا بصراحه بالوضوح وفي لقاءات متعدده، ولا كان من الضروري تكون 100 نديرو نتكلموا 100 مره ولا 200 ونوحدوا الافكار. يمكن انا كل واحد فينا يستفد بشي فكره. انا كنقول لك جا واحد الوضع القنطار نتاع القمح وصل لواحد المستوى، قلنا ما يمكنش نقيسوا الخبز وما يليه من استهلاك الأسر المغربية. هذا الإجراء بوحده خصو 10 مليار تاع الدرهم، أديناها. قلنا يا ودي الماء والكهرباء، خاصة الكهرباء لأننا تنتجوه بالفيول والغاز، إلا ما دخلناش تمن خصو يطلع ب70 و90 و100%. وقلت لك الدول طلعوا ب200%، وهاد الدول اللي تنتكلم عليها هي شيء شركاؤنا في كأس العالم. دونك هاد المواطن كان في الاستهلاك نتاعو الشهري نتاع هاد الكهرباء غادي يطلع على الأقل بزوج المرات. خلصنا 9 مليار، ونقول لك قبل ما نجي عندكم هنا تنوجد المرسوم باش نعطي 4 مليار تاع الدرهم أخرى للوني المكتب الوطني للكهرباء، لأنه ما زدنا شايف الثمن، وهذا قرار إرادي. مزيان جينا قلنا يا ودي النقل، الطاكسي كان خصو يزيد الثمن لأن تزاد الغازول، الثمن طلع. شادي تقول ليه خلي داك الطريف اللي عندك في الكونتور، تيقول لك الشريف مزيان، ولكن راه انا كنت هاد الطريف درتي نهار كان الغازول يدير 11 و10 و12، دابا راه كيدير 16. شنو غندير؟ البوس اللي الثمن تاعو، الحافلات اللي فاش كيتنقل المواطنين، دوك كان خصنا لابد ندخلو هادشي سوا الناس 7 مليار. انا كنقول لك هادشي اللي كنصرف لك غير الماضي، ما كنصرفش كاع لا حاضر ولا مستقبل، ما كاينش كاع النيه هنايا، كاين الشفر. دوك هاد تنقول استفدوا منه الحافلات، واش طبقوه 100% ولا 60% ولا 50 ولا 70، على اين استفدوا منه باش ما يزيدوش في دوك الثمنات ديك الخضره اللي تيجيبوا من اكادير وتيزنيت وبركان الى غير ذلك، لانه استفدوا بالدعم المباشر. كيديو الكاميوات والكيران، ما فهمتش في الاخر الشهر كاينه واحد لا بلاتفورم قيدين فيها تيتوصلوا بالدعم. هذه ارقام. الان انا نقول لك بانه
المشكل الاعلاف طلع الثمن تاعها بواحد الشكل خيالي، دخلنا بشكل مباشر وبمليارات نتاع الدراهم. وباش نحافظوا على الثمنات في واحد المستويات وباش يبقى القطع نتاعنا على الاقل متواجد، ولكن كما قلت ما كاينش شي قرار ولا شي اراده حكوميه ولا نتاع قطاع وزاري معين او لا مجتمع معين انه يقدر يواجه الطبيعه بمختلف تجلياتها. وإلا كاين شي واحد كيعرف شي رسالة يقولها، كاين شي اشكال؟ واش خاص هاد الشيء في تدخل اضافي او لا ماشي تدخل اضافي؟ رانا قلت لك هالوضع كيف داير، هاد التدخلات اللي كيف تمت الان، هاد القدره الشرائيه المعالجه نتاعها كاين زوج طرق اقتصاديه علميه. الاولى كتدخل بشكل مباشر باش تحافظ على الاستقرار نتاع واحد المجموعه ديال المنتجات التي اعتقدنا بانها اساسيه وضروريه لجميع المغرب. المساله الثانيه كتمشي للقدره الشرائيه. القدره الشرائيه انا قلت لك الطبقه الفقيره دخينا فيها بشكل ارادي 25 مليار، حتى هذا سميتو الماضي 25 مليار تاع الدرهم. مشينا للطبقة المتوسطة وكان بإمكاننا، وأنا عندي تجربة في هذا الشيء وباش نكون معك صريح، دارت هذا الخطاب في سنوات نقول بأن الظروف لا تسمح اليوم أننا نزيد حتى درهم في لاماس سالاري، ولكن قلنا بأن الطبقة المتوسطة اللي صبرات وتحملات حتى هي بشكلين مباشر هادشي، راه زدنا لها ما عمر شي حوار اجتماعي في التاريخ نتاع بلادنا داز 12 مليار تاع الدرهم. اليوم قررنا بشكل ارادي اننا نمشيو ل 44 مليار تاع الدرهم. هاد 44 مليار تاع الدرهم سيستفيد منها 4.2 الملايين نتاع الاسر المغربيه. اقل حد الاستفاده يراوح 1500 درهم، وهو ما يشكل 25% من المدخول. كاين شي زياده في الدنيا فيها 25% وانشوت؟ دونك هذه هي المقاربه نتاع المعالجه القدره الشرائيه. هل ستلغي التضخم وترجعه الى سابق عهديه في 1%؟ وانا نقول لك ملي كان التضخم في بلادنا 1% لسنوات كنا بصدد التفكير اننا نديروا شي شويه نتاع التضخم لان اساسي للتطور الاقتصادي سميتو لا ديفلاسيون. تساجت من عند الله. دونك الان هذا هو المواجهه وهذا هو خفضنا باش نقول كاين شي روسات نردو زيرو، ما كاينش. ولكن ما قامت به الحكومة لسنوات منذ البداية حتى اليوم ماشي كلف الشيء الكثير، كلف الشيء الكثير وحافظ على أولا أن المواد هذه تكون متواجدة، وتمكنت بلدنا أنها تحكم نسبيا في هذه المعدلات نتاع التضخم.